طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ليكتشر 11 اللي لما يكون في حركة في الكيرف كيرفتشر. طيب تعال نشوف كده، دي المسائل اللي هو الدكتور محددها بس هو ما حلهاش، احنا حللنا الايه الاثنين اكزامبل. يقول انا عندي بنت الكتلة بتاعتها 15 كيلو، مش عارف ازاي 15، المهم 15 كيلو، وقاعدة على ايه قال سيتس موشن ليس ريليتيف تو، يعني هي جالسة ما بتتحركش على السطح افقي بلاتفورم اللي قدامنا ده. على مسافه قد ايه؟ قال لي على مسافه 5 متر من المركز بتاع البلاتفورم. حلو، فلو كان الانجلر موشن ده بيدوق، ايوه، فبقى كان دوت بيديني سلولي ماشيه بتزيد ببطء، بتزيد ببطء، يعني عايز يقول ما هي الاوميجا ديت هي اوميجا ار، دي بتساوي السرعه الزاويه، السرعه الزاويه اضربها في ار يطلع لي السرعه الممسيه هنا، لو انا ضربت ده نص القطر في الار يديني السرعه اللي هنا. هو بيقول بقى ان ديت بتزيد ببطء يعني ثابته، يبقى تقريبا ماشي ايه بسرعه ثابته تقريبا، هو عايز يقول كده slowly increase بحيث ان التانجنشال كومبوننت بتاع الاكسلريشن مالها قال لي اهملها، يعني الاي تي تساوي صفر، معناه انها بتساوي صفر، ان مفيش محصله قوة في اتجاه التانجنشال. يعني انا لو جيت رسمت الشكل تاني اهو، الشكل ده مش كويس اهو كده، وهذا السنتر، ونقول ادي البنت هنا كويس، هو بيقول لي التانجنشال مفيش، الاي تي تساوي صفر، يعني محصله القوة اللي في اتجاه التنجنشال تساوي صفر. وبعدين بيقول لي عايزين نجيب أقصى سرعة البنت هتاخدها قبل ما تبدأ تنزلق عن البلاتفورم، قبل ما تبدأ تنزلق، طبعا السرعة دي عمالة تزيد شوية شوية، والبنت دي هتتنطخ هتطير كده تتحدف بعيد، لأن ده سرعة. طيب لما هو مديني اهمال للاي تي، يبقى انا مش محتاج ارسم كاينتيك دايجرام في الاي تي، مش هيبقى بس الا موجود كاينتيك دايجرام في الا في الاي ان. يعني انت بترسم هنا ايه؟ انا برسم الفويبود دايجرام اهو، ونفس المسار اهو، ادي البنت اهي. حلو، فانت هتيجي ترسم ناحيه المركز، المركز هنا اهو، اهو ده المحور الان، وهنا في اكتب كده ام اي ان، انت بترسم ايه؟ برسم محصله القوه اللي عليه، هادي بصفر ما ارسمهاش، هم ضيعوا بعض، يعني لو نفترض ان في قوه يمين ويسار، المهم محصلته مساوي صفر. طيب كمان ايه الاتجاه التالت اعرف ارسمه؟ احنا قلنا في ثلاث اتجاهات، تانجنشال التي والان والبي، البي اللي هو العمود اللي عليه اهو، هرسمه هنا محتاج. طيب هو عايز يجيب بقى السرعه اللي هو اقصى سرعه توصل لها قبل ما تنزلق، بحيث ان مديني معامل الاحتكاك السكوني ما بين البنت والارضيه 2 من 10، هذا ميو اس 2 من 10. طيب تعال نشوف كده القصه ماشيه ازاي. هنا انت قلت لي رد المحور ان، وده المماسي اهو، انت قلت مش هستفاد منه بشيء، انا عارف، وادي هنا المحور الثالث اللي هو البي. طيب فين القوه؟ هنا البي، القوه اللي عندك اول حاجه في وزن لتحت ام جي، يظهر لي ان لفوق، هو فايده البي ان اقول ان هيساوي الام جي. طيب فين القوة التانية بقى اللي ماسكاه؟ القوة التانية اللي ماسكاه اللي هي متخلية البنت دي تلف في مسار دائري، قوة جذب مركزية، قوة بتجذبه ناحية المركز، قوة بتجذبه ناحية المركز، وهي دي مين القوة؟ اللي هي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك هي لو ما كانتش موجودة كانت البنت دي طارت من أول مرة أو من أول لفة، لكن السرعة عمالة تزيد ودي ماسكاها للداخل. يعني أنت عندك هنا اف فراكشن اللي هو عبارة عن ميو اس في ان اس، ليه؟ لان البنت ساكنة ما بتتحركش. طيب يعني التانجنشن يا استاذ ده مش مهم بالنسبة لي، حتى هو
ما هيستفاد منه بشيء، لان انت قلت لي محصل ال اي تي بتساوي صفر، يبقى انت كده رسمت الكاينتيك اهو، وده الفري بودي دايجرام. طيب تعالى بقى نكتب اهو، اقسم الصفحه 2، لو كلمنا ان محصله القوه اللي في اتجاه البي بتساوي صفر اهو، مين اللي فوق؟ ان. مين اللي تحت؟ ام جي، يعني الان يساوي ام جي. تمام، مفيش في تي، كل شويه بفكز اهو، هنا محصله القوه اللي في اتجاه الان، وده ناحيه المركز اهو، بتساوي ام اي ان. ام والاي ان اللي هي الفي تربيع، الفي تربيع على الرو. مين القوه اللي هنا؟ مفيش الا قوه واحده يا استاذ، اللي هي ميو اس في ان اهو. نعوض عن الان اللي هي ام جي اهو، يبقى ميو اس اللي هو باتنين من عشرة، وحط هنا ام بجي، وحط هنا ام، وهذا الفي تربيع اللي انت بتدور عليها، على هو نص القطر اللي هو خمس. يعني يا استاذ بالبلدي كده، ان لما قوة الاحتكاك اللي ماسكه البنت هتساوي القيمة ديت، بعدها على طول اي زيادة في السرعة البنت هتطير. فهو يعني احنا جبناها بالعكس، ان لما السرعة دي تزيد توصل للقيمة الميو اس في ان، هيبتدي يتغلب على الاحتكاك السكوني، والبنت تسيب البلاتفورم ده وتطير. عوضنا على الخمسة، هو ده ام جي، وهنا الام، اقدر اطلع مين؟ الفي اللي هي 2 من 10 في 9 8 1 في 5، واجيب الجذر الاقي دي تطلع لي، نحسبها تطلع 3.13 متر لكل سنة. تعال نشوف اللي بعده. يعني انت دلوقتي رسمنا محورين وما احتاجناش التالت. طيب تعال نشوف اختها دي كده، بيقول لي البلوك اللي هو 2.5 كيلو جرام بي دوت ماله، والبلوك ال 15 اللي تحت دوت متصلين بواسطه حبل خفيف بيمر خلال هول هنا، ان ذا سنتر اوف السموث تيبل، يعني مفيش احتكاك. فلو كان البلوك كانت سرعته في اللحظه اللي هي بتساوي كام؟ 10، ما هو ده نازل لتحت، فالبلوك ده هيتلي بيعمل ازاي؟ يلف كده، مش في دايره ثابته نص القطر، لا ده هو عمال يلف، وبعدين يعمل كده ويعمل كده، وبعدين يجي هنا هيقعد يلف في دايره وينزل، او يجي عند النقطه ديت وعند الثقب ده والفتحه دي ويقف عندها. طيب يبقى هو في اللحظة ده اهي، اللحظة اللي هو موجود فيها ديت كانت 10، وكان في نص قطر هو عايز يحسبه، يبقى عايز يحسب نص القطر في اللحظة لما تكون سرعة البلوك ده 10، سرعة البلوك 10. طيب هنيجي ندرس الكاينيتيك دايجرام للبي، هو كلامنا كله للبي اهو. اهو هذا المسار الدائري اللي هو موجود فيه، هو موجود هنا، هتلاقي في ممسيه كده اهو، وفي ان ايوه، بس هو نكمل اهو، وفي هنا اي ان، مفيش حاجه في الاي تي، مفيش قيمه للاي تي صحيح، بس انا رسمت اهوت، وفي ان رد الفعل اللي هو في اتجاه مين؟ البي، ارسم المحور بي، عندي هنا رد الفعل ان في اللحظه دي، وهنا ام جي. طيب القوه الجذب المركزيه، انت قلت ايه؟ ان واي تي، خلي محور كده ان في الفري بودي دايجرام، برسم ان وبرسم تي كده، لكن في ال انت قلت في الكاينتيك، انا برسم كاينتيك عفوا، ففي الكاينتيك ايوه المحور في الاي تي مفيش اي قوه بتشده، مفيش اي قوه بتشده، يبقى اذا هو ناحيه المركز كده، بكتب ام اي ان بس، لان في قوه فعلا قوه شد اهي،
هي دي المسؤولة إن هو يتحرك في مسار دائري، مفيش أي قوة في مسار التي. طيب الكايناتيك بقى، الفري بودي دايجرام نرسمه كويس كده. هذا الجسم، وبنيجي نرسم هذا التي وهذا الان وهذا البي. انت عاوز ترسم التلاتة لكن ما هيستفاد الا من البي والان. انا عندي هنا في رد فعل وعندي وزن لتحت اهو ام جي، وعندي هنا في قوة اللي هي قوة الشد تي. قوة الشد ديت اللي هي بتساوي وزن الجسم اللي تحت ده، يعني التي ديت هي عبارة عن ام اي في جي، مش محتاجة حاجة او اسوي لها معادلة يعني. اهو طيب مفيش احتكاك، مش محتاج رد الفعل في شيء، فانا اكتب اهو محصلة القوة اللي في اتجاه ال ان هي بتساوي ام اي ان ام اي ان سمشن اف ان. انت قلت لي مفيش الا تي اللي هو ام اي في جي هيساوي ام في الفي تربيع على الاقص، فهي دي القوة الوحيدة المسؤولة عن حركة الجسم. بس دي الام بتاعت مين؟ بتاعت البي. طب انت جبت دي منين؟ احنا قلنا الجسم ده بتاع الايه، هنا الايه، هنا في ام جي وهنا في التي، فالتي يساوي الام اي في جي، ام اي في جي. يعني انت خدت التانجنشال، ايوه، او الشد دوت هو يساوي كتلة الجسم بتاع الايه. طيب انا عايز نص القطر، يبقى ام بي في في تربيع على ام اي في جي. الام بي، الام بي كاتب لي هنا الاول اهو ب 2 كيلو في السرعه اللي هي 10 تربيع، الام اي 15 في 9.81. نحسب دي 200 طلعت 1.35 متر. اللهم هي 9 كده اهو عشان الحساب. طيب نكمل، بيقول انا عندي الكولر ده اللي هو الايه ده كتلته 5، بينزلق على مسار افقي او فيرتيكال مسار راسي، فعند لحظة ما كان سرعة الكولر 4 متر على الثانية. سرعة ده 4 متر على الثانية في اللحظة اللي هو كان طب، و increasing بيزداد سرعته، ادى الاي تي موجود. عايزين نجيب قيمة القوة، اللي عايز يجيب النورمال اكشن رد الفعل بتاع الجايد رود، رد الفعل ده عليه على الكولر ديت، وقيمة القوة بي عند هذه اللحظة. او ما انا جاي راسم اهو، هنا كاينتيك وهنا فري بودي دايجرام. الكاينتيك الجسم اهوت، فلو ام اي تي في اتجاه المماس هنا في ام اي تي، وناحيه المركز ام اي ان. ادي كده رسمنا، مش هنعرف نرسم البي ولا هيستفاد بشيء، لان البي عمود على الصفحه. نرسمه ازاي؟ وبيبقى عمود على التي والان. طيب لو جينا شفنا الفري بودي دايجرام،
تاني اهو، هذا البلوك كان. تعال نشوف بقى هنا في قوة كده اسمها بي، انت قلت بتيجي تحلل القوة في اتجاه المماس والان. فين المحاول؟ المحاول اهي، هذا التي وهذا الان. فالبي ديت هتتحلل هيطلع لها مركبة في اتجاه التي عاملة زاوية 30، يبقى هنا في قوة هنا بي كوزين 30 درجة عشان دي 30، واحدة فوق هنا كده اللي هي بي ساين 30 اللي هي وزن. ايوه الوزن هيكون لأسفل اهو، ام جي في رد فعل، هو ايه اللي اسموس ولا ما جابش سويتها؟ سلايدنج اسموس اهو، مفيش احتكاك. طيب في رد فعل، القوه دي بتشد الجسم، يوم السطح اللي تحت ده يخبط فيه، يوم هو ايوه اللي هو الاخضر ده الجايد ده يوم يقص عليه برد فعل فين؟ لأسف انت بتشد لفوق يوم. طب انت بترسم رد الفعل ازاي؟ عمودي على السطح. طب السطح مايل وهو المماس، برسم مماس للسطح اللي هو التيو، وبرسم واحد عمودي عليه واتجاهه لفين؟ لأسفل، عشان بشد دي لفوق يقوم يضرب فين؟ لتحت كده. يبقى انا هرسم واحد تاني اهو، احط هنا الان رد الفعل كده، انا رسمت كل القوة بتاعتي. طيب ايه اللي عندك؟ عندي كتلة 5 كيلو جرام، وعندي فلوسيتي في اللحظة دي 4 متر على الثانية، وعندي اي تي قيمتها 3 متر على الثانية تربيع. نقسم المسألة 2، هو طالب حاجتين، عايز رد الفعل وقيمة البي دي. نقسم المسألة 2 اهو، محصلة القوة اللي في اتجاه الان هي نازلة تحت بالصدفة لأن مكانه فوق، دي بتساوي ام في الاي ان. مين بقى اللي في اتجاه الان؟ دول اللي في اتجاه الان اللي بالداخل، يعني احط ام جي زائد رد الفعل ناقص البي ساين 30 هتساوي الكتلة في مربع السرعة على نص القطر، كتبتها ار لان موجودة، ما كتبتش هو يعني. ماشي نعوض بالقيم دي، الكتلة من دلك 5 9 8 1 زائد ان ناقص البي اللي مش عارفها بساين 30 يعني نص، نعوض عنها بالمرة، هذا نص بي يساوي 5 الفي بأربعة تربيع على نص. نحسب دي، يبقى 5 في 16 قسمة نص، يجي له الجهة التانية -5 في 9 8 1، فدي طلعت لي ان كده ناقص نص بي هتساوي 110.95، ده معادل. تعالى ناخد الاف تي وبتساوي ام في الاي تي، مين اللي في الجهه دي؟ مفيش الا بي بس، بي كوزاين، بي كوزاين 30 دي بتساوي الكتله، الكتله مديها لي ب5 والاي تي ب3، قال لي يعني اقدر اطلع البي 15 على كوزاين 30. نحسب ديت 15 على كوزاين 30 على كوزاين 30 طلعت 17.32 نيوتن. نرجع نجيب رد الفعل، هنودي النص هناك، يبقى نص في 17.32 زائد 110.95، هذا اضربها في نص واجمع عليها 110.95، هتطلع 119.61 نيوتن. كويس. طب نشوف اللي بعدها، هادي لسه في مسألتين، هذا واحدة والتانية.
انزل لها هنا نشوف دي كده. بيقول لي الاس ده الحلقه ديت اللي هي قطتها 2 كيلو fits closely on the inclined wall، يعني متثبتها كده على الهواء. ايوه، وكان معامل الاحتكاك السكوني 2.5 بينها وبين الذراع ده. فلو كانت الاسبول ديت كانت موضوعة على بعد قد ايه؟ 25% متر من النقطة ايه؟ ده بعدها. عايزين نجيب ماكسيمم كونستانت سبيد، اقصى سرعة اللي يحدث ان الاسبول دي كان هاف، بحيث انها does not slip up. خلي بالك في ممكن يقول لي ماكسيمم كونستانت ومينيمم كونستانت، ايه الفرق بين الاثنين؟ نوضحها كده. لو لان انا عايز ماكسيمم كونستانت سبيد ومينيمم ماكسيمم، يبقى انت عمال تزود السرعه، فعند سرعه معينه ده ايه اللي يحصل؟ هيطلع لبره كده. وانت عمال تزود السرعه بيحاول يطلع لبره، مين اللي ماسكه لتحت؟ قوه احتكاك. يبقى قوه الاحتكاك لفين؟ لاسفل. انما في المينيما انا عمال ادوره بس ايه، ببطئ السرعه. بس كلمه تبطئ معناه انه هينزل لفين؟ هينزل لتحت. عشان ما ينزلش لتحت يبقى في قوه احتكاك فين؟ لفوق. ادي الفكره. لما يقول لي ماكسيمم في الحاله دي قوه الاحتكاك لفين؟ لتحت، ماسكاه عشان ما يفلتش لفوق. وقال لي مينيمم سبيد يبقى قوه الاحتكاك لفوق عشان ما ينزلش لتحت. طيب تعالى نكم، اما اجي ارسم له بقى فري بودي دايجرام اهو، هو هنا كده والراجل ده بيدور. يعني كانه ماشي في دايره، الدايره بتاعته فين كده؟ طيب فين المماس؟ طب هنا المماس هتعرف ترسمه؟ هو و النورمال ولا لا؟ نبص كده، هنا الراجل ده دي واحدة ستوب، مساحة التلفات نبتدي من جديد. دوت بيقول لي انا عندي الاسبول دوت كتلته 2 كيلو حلو، وموجود على رود انكلاين مايل، هذا الساق مايل، ومعامل احتكاك السكون 2.0. فاذا كان الاسبول دوت على بعد قد ايه من النقطة ايه؟ قال لي 25%. عايزين نجيب برضك أكبر كتلة، قلنا إحنا أكبر كتلة، وكنت أنا عملت سويت كده أكبر سرعة، قلنا في ممكن يطلب أكبر سرعة وممكن يطلب أقل سرعة. لما يطلب الماكسيما ولما يطلب المينيما، ماكسيموم يعني الراجل ده عمال تزود السرعة، فيجي عند سرعة معينة يبتدي يهرب لبره. طب مين اللي ماسكه؟ في قوة احتكاك للخلف. يبقى الاف فراكشن ارسمها للخلف كده عشان ما يهربش فين؟ لبره، لما ازود السرعه تدريجيا. طيب مينيمم معناه ان انا عمال ابطأ، اذا هو هينزل لتحت، فاحنا مش عايزينه ينزل لتحت. مين اللي هيمسكه؟ قوه الاحتكاك اللي هي عكسها لفوق كده، بحيث ان هو تمنعه من النزول لفين؟ لتحت. طيب يبقى انا عرفت اتجاه قوه الاحتكاك وهي دي مفتاح الحل. تعالى نشوف كده، لو جينا رسمنا كايناتيك للشكل بتاع ده، ده بيضوف في دايره. هذا المسار الدائري اهو اللي هو بيضوف فيها، والجسم هنا. فانت هتيجي ترسم لي اتجاه مماس، مش هنعرف نرسم لان مماس للدايره هو ماشي كده، يعني في اللحظه دي مش عارف ارسمها ومش هستفاد منها في حاجه. ليه؟ لانه في مكانه،
لأنه في مكانه، يعني ما فيش اي تي، لا ما فيش اي تي، لكن في قوة ناحية المركز. انت بترسم مين؟ برسم الكاينتيك. في محصلة قوة ناحية المركز هنا، ده محور ان، هي عبارة عن ام اي ان، هي دي اللي محافظة عليه. ام اي ان نمسحها تاني اهو، يا اخي هنكتبها بعيد اهو. في ام، في الاي ان ناحيه الايه، ناحيه الاي ان، مفيش اي تي. انما لو جينا رسمنا الكايناتيك بقى، نبين كل القوه اللي عليه اهو، هو هنا اهو. فقوه الاحتكاك هتكون اللي فين؟ اللي تحت. ليه اللي تحت؟ عشان تمنعه يطلع من فوق، الى خليه لفوق، يعني يهرب لفوق، لان انت عمال تزود السرعه، فهتلاقيه مره واحده ينطر لبره. يبقى قوه الاحتكاك، في قوه احتكاك نازله لاسفل، تعال نوضحها كده كويس اهو كده. في هنا اف فراكشن، وفي الوزن ام في جي، وفي رد فعل. رد الفعل بيترسم عمودي على السطح. طب يا استاذ، رد الفعل لفوق ولا لتحت؟ هو الوزن لتحت. حلو، يبقى رد الفعل يطلع لفوق، بيطلع عمودي على السطح اهو. ده الان. طب فين المحاور اللي احنا هنحلل في اتجاهها؟ قلنا في محورين، ناحيه المركز اللي هو الان، مش هنعرف نرسم المماس، ارسم العمود اللي عليه اهو. ده البي، ده كده البي. طيب، وقلنا ان محصله القوه في اتجاه البي بتساوي صفر، مفيش فورس خالص. هي الفورس اللي في التانجنشنال، لا اما تكون الفورس في الاتجاه النورمال. يعني ارسم كده، اقسم كده مسالتين اهو، محصله القوه اللي في اتجاه البي راح تساوي صفر. طيب الزوايا ديت اهي، هو عامل كده، عامل هنا 3 4 5. يبقى انت عندك في 3 هتحللوا، الان والاف اف والام جي، احللهم فين؟ اتجاه البي واتجاه الان، رد الفعل. طيب الام جي مش محتاج يتحلل خلاص، لانه في اتجاه البي. الان ده هيحتاج يتحلل. طب فين الزاويه؟ الزاويه بص كده، ادي الزاويه، هي نفسها ده اللي مع الافقي اللي هي كده يعني. يبقى ده هي نفسها دي، بص كده اهي، ادا ام جي، وانت جيت رسمت كده رد الفعل، ادا ان، وهنا احتكاك. الاحتكاك هو نفس الخط ده صحيح اهو. فانت بتيجي تحلل مع الاكس 4 على 5، مع الواي 3 على 5. ايوه، يعني كان اهي، كان القوه ديت لو احنا مددناها شويه كده، اللي هي اف فراكشن اهو، الخط بتاعها اهو، هتحللها كده ونحللها كده. ما اجي احللها كده، اخد اللي مع الواي اللي مع الاكس 4 على 5، يعني اف فراكشن ان انت بعيدها بعيد دي، اقربها شويه اهو، هيبقى مع الاكس يعني في الاتجاه ده اهو. ايوه، بكتب اف فراكشن 4 على 5، وهنا 3 على 5 اف فراكشن قوه الاحتكاك. الان، الان طيب الزاويه بتاعته فين؟ تعال نشوف الزاويه دي، احنا قلناها هذه الزاويه هي نفسها دي التناظر. طب الزاويه ديت هي نفسها مين؟ هي نفسها دي، جبتها ازاي؟ شوف كده، هادي 90 صحيح، والان ده مرسوم عمودي على السطح، يعني ديت ايضا 90 اللي هي دي. نغير لنا اهو، هادي 90
يبقى الزاوية ديت مع إكس 90، يبقى ديت مع الإكس اللي جنبها دي أيضا 90، يعني أنت نقلت الزاوية دي إلى هنا. أقوم جاي محلل ال إن كوزاين الزاوية دي، كوزاين ده إيه؟ اللي هو المجاور، يعني 3/5. أقوم مطول ده شوية كده، يبقى أنت عندك هنا أهو 3/5 في إن، ويجي لي هنا كده 4/5 في إن. يبقى أنا عندي أداة قوة رد الفعل حللناها، وبعدين قوة الاحتكاك أنا آسف حللناها، وقوة رد الفعل أهي حللناها اللي دلالة الزوايا دي. نرجع بقى نكتب الكلام ده، اف بي مين اللي فوق؟ قال لي 4/5 ان. مين اللي تحت؟ 3/5 اف فراكشن، ومعاها ام جي، كل دول صفر. انا عارف ان الاف فراكشن هو عباره عن ميو اس في ان، نعوض عليه يبقى اكتب اهو ديت 8/10 ان ناقص 6/10 ميو اس في ان ناقص ام جي يساوي صفر. نكام 8/10 ان ناقص 6/10 الميو اس، الميو اس 2/10 في ان ناقص 2 في 9/8/1 يساوي صفر. كده اقدر اطلع ال ان، اقدر اطلع ال ان. عندك 8/10 معاه سالب 2/10 في 6/10، وودي الباقي هناك، يبقى 2 في 9/8/1 قسمة 6/8 كده. طلع لي رد الفعل قيمته 28.85 نيوتن. اجي هنا في الاف ان تساوي ام اي ان، مين القوة اللي في اتجاه المركز؟ عندي 2 اللي هي 3/2 رد الفعل، ومعاها 4/5 اف فراكشن، كل ده يساوي ام في الفي تربيع على الار، او نخليها رو. الرو ده فين؟ نطلع للشكل، انت عايز نص القطر، هذه المسافة، هذه المسافة 25، فبنيجي نحللها، عايزين نجيب ديت ونجيب ده، ده مش محتاجين. فال 25 كوزين الزاوية دي، كوزين الزاوية ده اللي هي نفس دي، ازاي نمسح كده ونوضحها لك اهو، اهو انا زودت كده، الزاوية دي نفس دي ماشي. فانت بتقول حلل ده واحدة كده، عايز احلله مع الزاوية ده، ما الزاوية دي هي نفسها دي، يبقى هاخد 2/25 في كوزين الزاوية دي، كوزينها 4/5، يبقى اذا الرو 25 في 4/5، يعني 8/10 في 25%، فتطلع 2/10 متر. كده نيجي نعوض هنا بقى، انا معايا رد الفعل وقوة الاحتكاك بس في الكوم، دي 3/5 اللي انا كاتبه دي 3/5، اسف 3/5 اهي، 3/5 يعني 6/10، عوضت عن ال ان اهو، 4/5 يعني 8/10، قوة الاحتكاك اللي هي ميو اس في ان، ميو اس اللي هو 2/10 في 28 تساوي الكتلة 2 كيلو، 2 كيلو هو طالب الفي، كل ده أداء 2، السرعة نص القطر طلعناه 2/10. نحسب ضوء، أضرب في 2/10 وأقسم على 2 وأجيب الجذر، تطلع الفلوسيتي 1
بوينت 4 8 متر لكل سنة.